بمناسبة طارق حامد، كلام كتير أنه سيأتي إلى الزمالك، أخبارك؟ طارق حامد حاليا في المعسكر بتاع فريقه ضمك السعودي كلوفينيا. طارق حامد بيتقاضى قرابة مليون دولار أو مليون ونص دولار، موقع سنتين حتى منهم سنة، بقاله سنة، في حالة ما الفريق السعودي يضطر يستغني عنه، هو منتظر يعني نزول الميزانيات اللي بتمنح للأندية السعودية على حسب الميزانية النادي بتاعه، هيقرر أنا هقدر بالميزانية اللي واخدها أشتري لعيبة أجانب تاني ولا لأ. قدرت أشتري لعيبة أجانب، هقول لطارق حامد شوف مصلحتك فين، فبالتالي النهاردة هتفاوض معاه على السنة الجاية، لو هياخدهم كلهم ولا ياخد جزء ويمشي على حسب رغبة طارق. طارق حامد بيرحب بالعودة لنادي الزمالك، لكن في الظروف الحالية هو بياخد رقم كبير وباقي له سنة، هو بيقول لك أنا ممكن أكمل السنة لو النادي هيخليني أكمل وأرجع أختم. أنت يا منتصر، أنت يا منتصر، أنت صديق طارق حامد، وأعلم أنا وأنت إنه مادي جدا، هكمل حط رجلك على الزملكاوية وعبد الجنيه، مع احترام الكلمة عبد. طارق حامد ممكن يجي الزمالك، ايوه ولا لا؟ اختلف معاك. طارق حامد هو شايف انه دلوقتي ما تقعدش بقى تقول لي اختلف، كان صاحبك بس قصه عبد الجنيه. هو النهارده كل اللعيبه يعني الجنيه ولا الكرنيه مش عارف بيقولوا ازاي، انما النهارده كلهم بيحبوا الجنيه، ما فيش حد فيهم بتاع. انا بقول لك الوحيد اللي ممكن تستغرب ازاي بيسيب الملايين يا باكا. لا يبقى تقول لي طارق حامد بعد اذنك لو يا منتصر، يا منتصر، يا منتصر، يا استاذ منتصر بعد اذنك، يبقى عشان ما نتقكش على الناس، طارق حامد لو سابوه في السعوديه هيجي، ومش هيلاقي غير الزمالك، ما سابوهوش مش هيجي. بالتاكيد، خاصه انه مرتب يعني مدارس ولاده وحياته وده وكل حاجه، الموضوع ده هياخد وقت. انا بشوف ان قصه الزمالك بالذات رغبه ثانيه مش رغبه اولى. لو يا باكا لو بص، طارق بيبعت رسائل دغدغه جماهير عشان لو اتباع هناك يلاقي الزمالك، عشان لو النادي هيجيب محترفين اجانب ويتخلى عنه يبقى هي مسنود بجمهور الزمالك. ولكن لا تقول لي حبا في الزمالك ولا حبا في البتاع، كل واحد بيحب مصلحته دلوقتي. طيب متيابة وشكوى مهيب عبد الهادي واتهامات بعملات، نحن نبرئ مجلس الاداره منها، كلهم محترمين وافاضل ولا نضرب في الذمم الماليه. قصه متيابة عامله قلق للزملكاويه، خصوصا المتحدث الرسمي قال هيشتكوا في المجلس الاعلى مهيب وهيرفعوا قضيه وبلغ للنائب العام. طبعا كلنا طلعنا البيان اللي نزله استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره نادي الزمالك، بالتاكيد انه الخوض في الذمم الماليه ده مسموح غير يعني غير مسموح به او غير متعارف عليه او لا يجب ان يكون، طالما لا تمتلك اي مستندات على تقاضي بعض المسؤول العمولات. مهيب عبد الهادي من جانبه قال لك انا ما قلتش حاجه وان انا ده اقصد وكلاء اللاعبين، انما مجلس اداره نادي الزمالك قرر انه يفعل انه يقاضي اي حد. بس عايزين نقوله في هذه الجزء عبد الناصر، ان الناس اللي انبرت واللي كانت بتاكل يعني من عيش من المجلس اللي فات دلوقتي عاملين ابطال عليه، تمام؟ نفس الفكره، انت انبريت للمجلس الحالي كلهم ناس محترمين، ده حقيقه مش مستنيين قوه تقول عليهم محترمين. نفس الكلام ما تخدش في الذمم الماليه للمجلس السابق، لانه النهارده الكلام ماشي على حسب المصلحه وعلى حسب الشخصيه، وانا لو دافع على السابق ولا اهاجم المجلس الحالي. انا بكلمك بنفس الكيس لان انا مستاء جدا وكويس من خلالك ان بعض الزملاء اللي كانوا موجودين في منظومه نادي الزمالك وكانوا في بعض السفريات، خليني اقول لكم في بعض السفريات لما بيحبوا ياخدوا بدل النادي وهم اللي بينبروا انهم يكلموا مشرف مرتضى منصور، دلوقتي عاملين قصود عليه. فانا بصراحه الحاجه دي الواحد عشان بس صعيده دمه حر، وانا لا التقي بالشرف مرتضى منصور، اول مره واخر مره شفت فيها بالعاده بتاع شقيقته الله يرحمه، وده واجب علينا كلنا دايما. يعني انت ضد يعني انت عايز تورط رساله ضد المساس بذمم المجلس الحالي، وفي نفس الوقت بتقول لهم انتوا لمحتوا واللي معاكم بيضرب في ذمم المجلس السابق. يا استاذ عبد الناصر، ده نفس الاشخاص كانت موجوده بتشتغل في المجلس السابق بيدافع عن ده دلوقتي وبيهاجم الثاني، انت مين يا عم؟ ده احنا زي ما بنقول دافنين سوا. يعني الكلام ده عيب، الواحد بيقول زملاء وملناش دعوه، بس حطيت كل واحد يفضل يقول انا ماليش دعوه.
طب ما انا كنت بشوف بعينيا. طب انت ايه رايك في رحيل متيابة؟ لو في خلاف حتى انا ما اعرفش ممكن يكون انت بتهاجم على واتساب او حاجه، بس على الاقل لما تطلع تخاطب راي عام توجهه في الصح لان ربنا هيحاسبك. طب انت رايك ايه في موضوع متيابة اللي شغل الزملكاويه دلوقتي؟ موضوع متيابة كل الناس عارفه انه كان او كما اعلن احمد سالم نفسه انه بيسابقه لمده 4 سنوات. احمد سالم رجع هو قال لك دي اعاره وخد 14 دولار ومليون و600، وكان المليون و600 دول يعني اصفر فول على عبيط فول. ما المليون و600 ولا باين له 700 ولا بتاع دي فلوس انت جبته في يناير لعيب صغير السن، ما كنت طلعته اعاره لاي نادي لعل. والفكره على فكره الولد موهبه كويسه جدا وكلنا شفنا. طب هو جوميز مش كان طالب يطلعه اعاره يا منتصر؟ مين؟ جوميز كان عايز يطلعه اعاره ومعجب بيه. اه طب امال ايه اللي حصل؟ ليه؟ اه هو في النهارده زي ما كنت بتقول على سامسونج في عمولات، وزي ما كنت بتقول على متيابة مع فارق الاسعار في الصفقتين مع الفارق ده انت جايبه ده راجل مش عارف واخد افضل لاعب ولا هداف كاس اللي هو بتاع 17 سنه اللي هو بتكلم على متيابة كورته حلوه. ماتش طب انا بسالك سؤال بتستثمر فيه ده لعيب صغير ماشي يا بك، مع كامل الاحترام للمجلس كلهم ناس افاضل ولا انا مست زمامهم نهائي. الراجل جوميز مش قال طلعوه اعاره انا عايزه؟ قال جوميز عاوزه، انما النهارده انت بتنهي عقدك معاه. انا دي علامه استفهام كبيره جدا. هل تحتاج الى بيان تفصيلي من الزمالك؟ ايه ده؟ تحتاج الى بيان تفصيلي من نادي الزمالك؟ في امور كتيره جدا يا عبد الناصر، انا شايف ان الكابتن حسين لبيب نفسه يعني بعيد عنها، في حاجات كده بتدار تحس انه المركب فيها اكثر من رئيس. نتمنى انه يبقى في لغه خطاب واحده واحترام لعقول جماهير نادي الزمالك، ما يبقاش الانجاز الوحيد انك انت جاي بتسدد ديون. ما نفس الكلام يا عبد الناصر، انا لا اهاجم استاذ ممدوح عباس ولا ادافع عن استاذ مرتضى منصور. ما حدش جه عشان برضه بعض الزملاء اللي كانوا شغالين مع المنظومه السابقه طالع يقول لك الارض كانت بور. طب هو مرتضى منصور لما جه في 2014 ما كان النادي مليون ب306 مليون جنيه، لان استاذ ممدوح اهو ناس احنا كنا بنهاجم استاذ ممدوح عباس، انما ممدوح عباس لما جه على نادي الزمالك برضه كانت الارض بور. مفيش حد هيجي نادي الزمالك يعمل لي فن تفاجئ انه الارض بور. نادي الزمالك شغال اليوم بيومه والناس بتحاول تحرد في الصخره وتنحت في الصخره عشان توفر فلوس. محدش يجي يقول لي والله ده انا جيت سددت ديون، ده انت جاي وعارف انه في ديون. فانا بكلمك دلوقتي فين البطولات؟ فين الانجازات؟ ما تقوليش انا انجازي الوحيد اني بسدد ديون او بدي اللعيبه مستحقات. طيب ولا انت تختلف معايا في كده؟ لا متفق معاك، بس انا العجيب اللي انا عايز اعرفه، الراجل قال عايز متيابة وطلعوه اعاره، ايه اللي قلب الاعاره الاستغناء؟ اسال استاذ احمد سالم. واتمنى ان يكون في بيان توضيحي مع كامل الاحترام، كلهم افاضل وضد اي مساس بذمه اي حد. لا انا باكد قاعده مسلم بيها، كلهم ناس بيمتلكوا سي في كويس جدا، كلهم رجال اعمال، كلهم محترمين. احنا اتعاملت مع الكابتن حسين لبيب راجل محترم شخصيه مهذبه. بعض الناس ممكن يكون عندها يعني مفاهيم خاصه بيها هم. تمام واحنا داعمين لكيان نادي الزمالك ايا ما يكون مين اللي. تمام مرتضى منصور احنا داعمين لكيان نادي الزمالك، احنا اللي داعمين لكيان نادي الزمالك، انما الانتقاد لا يفسد للود قضيه ابدا. بهدف الاصلاح، بهدف انك تشتغل، بهدف انك تحسن من اخطائك.